لا حول ولا قوة إلا بالله. إنهم أطفال مزعجون جدا. لا أستطيع الدراسة بسبب هذا الإزعاج يا أبي. أريد أن أمسكهم وأضربهم حتى يكفوا عن هذا الإزعاج. لا يا ولدي لا، لا يجوز أن نتعدى على الآخرين، فكيف الجار؟ وهل هؤلاء يحسبون من الجيران؟ سأفتح الباب. أبي، هذا جارنا أبو صالح وابنه، وجارنا أبو علاء وابنه. أهلا أهلا وسهلا. ادخلي يا أم أحمد وجهزي لنا الطعام، إنه وقت العشاء. حسنا حسنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. لا 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 أحد يلعب معنا، إنهم متفقون علينا. ما بك يا سعد؟ تكلم يا سعيد، ماذا حصل؟ أولاد الحارة لا يريدون اللعب معنا. فعلا يبدو أن هناك مؤامرة علينا يا أبا سعيد. تصور، دعوت جاراتي لشرب القهوة فلم تقبل أي واحدة منهن الدعوة. غريب، وأنا عندما جلست في المقهى الكل ابتعد عني، ما المشكلة؟ لم أعد أحب اللعب هنا في البيت. ولا أنا. وأنا أيضا مللت الجلوس في البيت وحدي يا أبا سعيد، ماذا أفعل؟ ترى ما المشكلة؟ سأذهب لأبي أحمد وأعرف ما الذي يجري. لا 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 لا. أهلا بك يا أبا سعيد، أهلا بالجار العزيز. لو كان الجار عزيزا كما تقول يا أبا أحمد لما قاطعتمونا هكذا. نحن لا نقاطع أحدا، الجار للجار، وأنت تعلم أهمية الجار، وتعلم قصة رجل صالح كان جاره هو عبد الله المبارك، عندما طلب مبلغا كبيرا من المال ثمنا لبيته رغم أن بيته لا يساوي جزءا بسيطا مما طلب. أعلم أعلم. وتعلم أنه طلب هذا المبلغ الكبير ثمنا لجيرته لعبد الله المبارك. أدركت ما تقصد، ما هو المطلوب مني؟ هداك الله يا أخي، أيعجبك الإزعاج الذي تسببه لجيرانك؟ أيجوز أن تزعج جيرانك في كل الأوقات؟ طبعا لا. أنت يا أخي تترك أبنائك يصرخون ويزعجون جيرانك، وهذا طبعا لا يجوز. أذكرك يا أخي بأهمية الجار، صدقني أن جارك في أحيان كثيرة تجده أكثر من أخيك. صدقت، أعدك من الآن فصاعدا لن تجد منا أي إزعاج بإذن الله. بارك الله فيك أيها الجار.